مناورة رئيس المنصورة الجديدة طبعا كلكم عرفتوا ان انا ابن من ابناء المنصوره فانا بقول لكم يعني انا متشرف بوجودكم واهلا وسهلا بيكم في المنصوره الجديده الفيلم اللي زاد دلوقتي الحمد لله يعني اتقلب صوتي والانجازات باينه وواضحه يعني مش هنتكلم تاني عن الانجازات لانها ماليه مصر كلها حاجات اتعملت في لمح البصر يا ريس انا بنام بقوم بلاقي الدنيا متغيره بروح مشوار ارجع الاقي الدنيا متغيره والله انا بتكلم بجد يعني انا من سكان حي المقطم والله انا من سكان حي المقطم المقطم بقى حاجه تانية ما بقاش حي بقت مدينه حاجه في منتهى الروعه هديكم نبذه بسيطه عن حياتي بالنسبه لمدينه منصوره وعلاقتي بيها انا اتولدت في المنصوره حبيت الفن في المنصوره الحقيقة بلد عظيمة جميلة وناسها حلوين حلوين طبعا يعني يعني ملونة وكده انتوا عارفين. أه رحت مراكز ثقافة وأصول ثقافة ومدرسة المشاغبين كمسرحية اتفرجت عليها من فرقة المنصورة المسرحية قبل ما اشوفها في التلفزيون او على المسرح. كان ابن خالتي بياخدني نروح نتفرج على العروض و و ونستمتع بيها. قالت الدرامز اللي انا بحبها واللي احترفتها في وقت من الاوقات حبيتها من المنصوره، لان كان ابناء المنصوره كانوا بيعملوا فرق بيغنوا اغاني انجليزي وفرنساوي وطلياني ويوناني. بلد جميله وعظيمه. جيت هنا من سنتين ونص علشان اعمل الاعلان اللي شفتوه عن المنصوره الجديده. ما كانش فيه الكلام ده. انا ما اعرفش الكلام ده حصل امتى بصراحه. بجد شيء مبهر. والله يعني العالم كله كان بيقابل تحديات وعمال يجاهد ويعمل احنا هنا كنا في الوقت ده بنعمل انجازات واضحه اللي مش مصدق مع نفسه بقى ملناش دعوه احنا انما ده اللي بيحصل فعلا البلد كلها اتغيرت الجمهوريه الجديده فعلا انا مش عايز اطول المنصوره خرج منها ناس عمالقه سيده فاتن حمامه استاذ رشدي اباظه آه الكاتب الكبير انيس انيس منصور الفنان العظيم شريف منير يعني بص مش قادر اقول لكم حاجه عظيمه 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 والله كل ده حصل بالاراده المصريه الاراده المصريه بجد وسات الرئيس قالها وانا ما بنساش كلمه قالها لاني متابع طول الوقت قال عايزكم تبقوا كده احنا لو بقينا كده وبنشتغل وعندنا ضمير صاحي كله هيمشي اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه القطر ماشي احنا مش هنقف الدنيا ماشيه في الحقيقه انا في دماغي كلام كتير عايز اقوله بس مش عايز اطول عليكم انا سعدت جدا بلقائكم وبشكرك يا ريس على كل الانجازات اللي حصلت والله من قلبي وبدعي لك وحياه ربنا بس <applause> شريف انت من المنصوره مش كده انا من <applause> المنصوره اهو حاجه عظيمه جدا <applause> احنا اللي سعداء بيك شكرا ربنا يخلي سيادتك يا فندم وبشكركم واهلا بيكم في بلدكم المنصوره الجديده وتحيا مصر